تحية طيبة إلى كل مشاهدي صوت بيروت انترناشنال وبيروت سيتي على فيسبوك، أهلا وسهلا بكم إلى هذا البث المباشر من مدينة النبطية وتحديدا من إحدى محلات الإلكترونيات، حيث تنفذ اليوم مصلحة الاقتصاد بالنبطية بحضور مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة دكتور محمد أبو حيدر جولة على محل الإلكترونيات بالمنطقة لتفقد أسعاره. وأيضا أود أن أشير لأنه تم تحضير محضري ضبط بحق المحلات كون لم تعلن هذه المحلات أسعارها على السلع المعروضة على الرفوف. أيضا محافظ النبطي كان هناك اجتماع صباحا بالسراي الحكومي لمدينة النبطية بمكتب محافظ النبطية دكتور حسن فقيه، ومن ثم انطلق الدكتور أبو حيدر برفقة المحافظ وأيضا عناصر من أمن الدولة إلى محل الإلكترونيات لتفقد الأسعار. وأعيد لأكرر بأنه تم تحضير مصادر ضبط على كل حال محاضر ضبط على كل حال. لمزيد من التفاصيل يبدو أنه سنأخذ تصريح لمدير عام وزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر. ساعتك تفضل لو سمحت. لا أكيد ساعتك. محمد اليوم بعد جولة على محلات الإلكترونيات لاحظنا أن وزارة الاقتصاد خطرت محاضر ضبط لكل المحلات اللي فزنا عليها. هذه المحاضر ليش خطرت وقديش أهمية هذه الجولة خصوصا بعد دخول الدولار الجمهوري؟ كل يوم ما في أدنى شك اللي كنا عم نلاحظه أولا خلال هذه الفترة فلتين على مستوى سلامة الغذاء، وهيدا كان واضح للجميع انه اليوم في بعض التجار كانوا عم بيبيعوا بعض المواد المنتهية الصلاحيات، كان بعنا بعض اللحوم الفاسدة، مبارح كان عنا موضوع زيوت السيارات الغير مستوفاة للشروط، وبالتالي الشخص بيكون عم بيوفر بسعر الزيت من مال عم يضرب موتور سيارته، لقينا بعض المواد المعنية بالتنظيف نسبة الملوحة عالية فيها، يعني ست البيت اليوم بتغرها الرغوة يمكن، ولكن اللي عم بتوفره بمسحوق الغسيل عم ينضرب فيه غسالته. للأسف عم تشتد الأزمة المال، عم نلاحظ فلتين عن بعض تجار الأزمات بهيدي الفترة. هي من جهة، من جهة أخرى مع دخول دولار الجمركي حيز التنفيذ بالتأكيد هناك العديد حاول يستغل هالموضوع، وإن كانت بعض السلع معفية من الدولار الجمركي مثلا بالسلع الغذائية، وهي الجولات هي بشكل عام عم بيكون على كل الأراضي اللبنانية. أما اليوم بما يتعلق بجولتنا بالنبطية بحضور ومعية سعادة المحافظ مشكور اللي عم بيقدم كل الدعم هو والأجهزة الأمنية المعنية وخاصة جهاز أمن الدولة بالمنطقة هون بمرافقة مراقبي حماية المستهلك تيكونوا حاضرين، خصوصا الأدوات المنزلية أدوات الكهربائية، وكمان لما عم نحكي بالموبايل اليوم هناك العديد اغتنموا فرصة رفع سعر الدولار الجمركي. يعني إذا نحن اليوم بدنا نروح بالأرقام، مش مقبول اليوم نكون بسنة بنستورد 885 مليون دولار سيارات بأول 7 أشهر، بينما السنة الماضية كلنا مستوردين 811 مليون دولار. لما بتروح أكثر بموضوع الموبيلات دراجات النارية بتستورد بالسنة 19 مليون دولار، أول 7 أشهر من هاي السنة 39 مليون دولار. الأجهزة الخليوية، يعني هيدول الأرقام اللي هن صادرين اللي هن رسميين، وبالتالي لاحظنا للأسف من لما تم إعلان أنه نحن حنروح على سعر دولار جمركي صار في عندك مثل ما بيقولوا سرعة عند التجار بالاستيراد الكبير، حتى سكرنا شهر 11 17.9 مليار دولار استيراد، وبالتالي 18 مليار دولار استيراد لآخر شهر 11 هو الرقم اللي كان قبل سنة 2019، التصدير لازال هو ذاته. يعني هناك تكديس للبضائع موجودة بكل المستودعات على كل المستويات، بلغة الأرقام بتفرض هذا الموضوع. اليوم بالتأكيد عدم أعلان أسعار عم بيتسطر فيه محضر، اليوم الفواتير طلبناهن مراقبي حماية المستهلك حي يجردوهن تيشوفوا قديش هامش الربح، هل هو الهامش بيتعدى الرقم المطلوب؟ واحد. اثنين، هل تم اغتنام فرصة الدولار الجمركي لزيادة هذا الموضوع؟ بدنا عملية حسابية دقيقة، بالتالي هودي حيعملوهن إذا الله راد داخل المديرية. وبالتأكيد منجدد شكرنا لسعادة المحافظ وللأجهزة المعنية وللقضاء المختص خصوصا هون بهالمنطقة اللي كمان عم بيواكبنا تنكون حاضرين، رئاسة المصلحة، المراقبين كلياتهم عم بيكونوا بشكل يومي عم بتلاحظوا متابعة، على أمل إن شاء الله يكون في رادع أكبر بما يتعلق
بموضوع المحاضر، نحن عم نعدل فقرات قانون حماية المستهلك حتى إذا شخص اليوم يتطلع أنه العقوبة اللي له تكون فعلا بتوازي أضعاف أضعاف أرباحه، لأنه لما عم بيلاقيها نسبيا قليلة عم بتمن النفس عنده أكتر أنه يخالف أكتر على قاعدة قديش العقوبة قدام الربح. شكرا لكم. شكرا. خلينا بس تمن عيق حركة السير، حركة السير حركة المواطنين طبعا اللي بالمحل. سعادة المحافظ هيك تعليق سريع، يعني على طول بنسمع انه النبطيه اسعارها اغلى من غيرها، وهيدا اللي يكون عم يجربوا يمكن المصلحه بخلال جولاتهم يثبتوا ربما العكس من خلال الجولات ويسطروا محاضر ضبط باللي بتثبت عليه هذه المقوله. بتوافق مقوله انه النبطيه اسعارها اغلى من غيرها؟ بدايه انا بدي اتوجه بالشكر الكبير يعني لسعاده مدير عام وزاره الاقتصاد على هذه الالتفاته وفي هذا الظرف بالذات. وهذه المقولة هذه مقولة تاريخية، أن مدينة النبطية بسبب وجود عدد كبير من المغتربين في الخارج كان يقال أن المدينة النبطية هي أغلى من غيرها، ولكن هي بالفعل هي مدينة شعبية تلتزم بنسب الأرباح وبالأسعار المطلوبة، لأن أصلا زبائن هذه المنطقة هم من هذا النسيج الاجتماعي. هذه مقولة غير مثبتة، ولكن نحن دائما نشدد على الالتزام بأخلاقيات العمل التجاري، لأن المنطقة هي مسؤولة عن نفسها أكثر من غيرها. ونحن نشكر يعني وزارة الاقتصاد، مصلحة الاقتصاد في النبطية، الأجهزة الأمنية، الكل يقومون بواجباتهم أكثر من غيرهم. وقد تكون محافظة النبطية ومدينة النبطية أكثر المدن والمناطق نظافة بخصوص العمل التجاري، ونتمنى أن يستمر هذا المبدأ وهذا المسار. شكرا. فإذا مشاهدينا مشاهدي صوت بيروت انترناشنال وبيروت سيتي على فيسبوك، هذه جولة لمصلحة الاقتصاد بالنبطية على محل الإلكترونيات لتفقد الأسعار. وأيضا هناك سطرت محاضر ضبط بحق بعض المحال اللي لم تكن تعلن طبعا الأسعار على البضاعة الموجودة، وحتى الجدير بالذكر أنه الأسعار ما لازم تكون أيضا مسعرة على البضاعة بالدولار، إنما لازم تكون باللبناني، لأنه قانونا لا يحق لهذه المحال أنه تكون عم تسعر بالدولار إنما باللبناني. أمس كانت المصلحة بالنبطية قد جالت على محال الحلويات، وقبل يعني قبل أمس على الحلويات، أمس إلى المطاعم، وأيضا قد تم تصدير محاضر ضبط بحق بعض المحلات اللي كانت عم تخالف من ناحية النظافة بما عملها. دكتور محمد، بس أنا قبل ما أختم، نعم، بدي بس أجرب. في شيء حدا ثاني هون قريب. اوكي دكتور محمد، بس لانه نحن مباشر، بس في سؤال عم يسالوه الناس، انه هذه الجوالات على طول عم نسمع فيها على الاعلام وعم يوصفوها بانه بروباغندا اعلاميه فقط لا غير، لانه عم بفوتوا يرجعوا من بعد جوله الاقتصاد على السوبر ماركت، على محلات التليفونات، على محل حلو وغيرها من الجولات اللي عم تعملوها، عم تضل الاسعار على حالها. ليش جولات الاقتصاد ما عم بتجيب نتيجه براي الناس؟ نحن اليوم عم نعمل شغلنا، وبالتأكيد عفوا على التعبير، يعني نحن كل هيدي الفترة ما كنا عم نطلع على الإعلام وكان عم ينعمل الشغل. هي واحد. اثنين، اليوم أوقات أهمية أنك تسطر محضر وتشهر فيه شوي بالإعلام وين كان بهالموضوع تكون رادي على غيره. هلأ بتقلي ما عم تزبط الأسعار، اليوم نحن آخرتها تنكون كتير واقعيين كوزارة اقتصاد، نعمل شغلنا. شغلنا أنك تروح بيكون معك مراقبينك، في اختلاف بنسبة الربح، بتسطر محضر بتحيله للقضاء اللي هو مولج أنه يتابع هالموضوع. كرمال هيك تما نبقى بهيدي الحالة عم نحضر لتعديل بقانون حماية المستهلك، وصرنا حاضرين جلستين بمجلس النواب. لما اليوم القانون بصير يحبس المخالف، لما اليوم القانون بسكر المحل، واللي شفناه شوي بالسوبر ماركت بالفترة الأخيرة، لما بتصير العقوبة أعلى بكتير من نسب أرباحه بتصير رادع أكبر، وهيدا اللي نحن عم نشتغل عليه. وكلامهم محق وواقعي، واللي عم يعكسوه هو حال الناس اللي نحن تلقفناها وعلى أساسها نحن مشينا بهيدا التعديل تنكون فعلا عم نشتغل بالشق القانون الصحيح. وعم تلاقي إيجابية داخل المجلس النيابي بتعديل القانون أو عم يوافقون بأنه هيدي تاني جلسة عملناها، متقدمين، بده شوية وقت، لأنه اليوم كمان في عندي عقوبات بدي زيدها أكتر من غيرها. يعني أنا اليوم طلبت بالناس
اللي فعلا بعض التجار اللي بتتاجر بصحة الناس بالحبس. يعني أنا اللي بده يبيع مواد فاسدة عندي ما فيني إيجي أرنو بشخص مش معلن الأسعار. هون أكيد هون في مخالفة وهون في مخالفة، بس هون أنا عم تاجر بصحة الناس، هيدا بده ينحبس. إذا ما انحبس ترجع نفسه بتعيد نفس التخطيط ليرجع يروح على نفس الحالة لبعدين. بالتأكيد اللي تفضلوا فيه المشاهدين هو كلام حق، هو كلام واقعي، هو كلام من ناس موجوعين، ونحن عم نتصرف بهالتوجه اللي هن عم يطرحوه. شكرا لك مدير عام وزارة الاقتصاد دكتور محمد أبو حيدر. أيضا سيستكمل الدكتور أبو حيدر برفقة رئيس المصلحة النبطية محمد الأستاذ محمد بيطار، وأيضا أمين الدولة ومحافظ النبطية دكتور حسن فقيه جولتهم داخل سوق النبطية، وأيضا راح يكون في جولة تشيكية ربما من بعد المصلحة على السوبر ماركت وعلى بعض المحال بمدينة النبطية. على كل حال نحن سنواكب مع وزارة الاقتصاد هذه الجولة وسنوافيكم بأي جديد فور وروده. من مدينة النبطية إبراهيم ضاوي على عمال صوت بيروت انترناشنال.